بحميها على الغاز بخزكها بخزكها وببدي هنهو ببدي أول دور شايف بس تبدي أول دور خلص عادي بصير تبدي مثل ما بقول لك لا بتدلبح ولا إشي يعني أهون أجت وأشلب وشغلها مريح. تراث الفلسطيني يا زلمة هذا تراثنا هذا إحنا مبدأنا حياتنا طول عمرنا يعني أمي خواتي خلاتي بكان نلتم في دار جميعنا هذا تزم ملفها وتروح تبدي هذا نبكى في دار ملمومين في دار يبكين يجين عندي ونبدي يعني طول عمرنا هذا التراث الفلسطيني احنا متمسكين فيه فهسه أنا بس خطيري تمسكت فيه أكثر فبدي حدا يتعلم بدي حدا اللي يتعلمين ما يظلينش يعني بقول لبنات ابني لها قلت نتعلمين والله هذا ما في منش راضيات بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.